التفاصيل والمتابعة عبر من معبر رفح المصري مع مراسل القاهرة الإخبارية الزميل مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، مع قرب نهاية اليوم 22 بعد 200، كيف تبدو الأوضاع لديك؟ نعم، يعني ما زالت الهجمات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية مستمرة، وإن كانت هذه الهجمات تتركز في المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية. نتحدث عن هجمات متفرقة من خلال آليات عسكرية متعددة، سواء كانت المدفعية الإسرائيلية وأيضا الطائرات المسيرة والطائرات الحربية التي تطلق قذائفها في اتجاه أماكن متفرقة، أماكن سكنية تضم الأحياء الستة الواقعة في شرق مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى التوغل العسكري للآليات العسكرية التي اتجهت عبر محور جورج، وهو المحور الواقع العرضي لمدينة رفح الفلسطينية. هذا المحور الذي تم من خلاله تدفق عدد من الآليات العسكرية واستهدفت عدد من المنشآت الحيوية في الأماكن السكنية داخل وسط مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى استهداف مجموعة من الأماكن السكنية. وإن كنا نتحدث عن استهداف المدنيين، فبالفعل وكما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أنه تم خلال هذا اليوم وصول 6 حالات من الشهداء إلى المستشفى الكويتي، وهو المستشفى الوحيد الذي ما زال يحاول تقديم خدماته الطبية والعلاجية إلى المصابين والجرحى الذين يتوافدوا في ظل هذا العدوان وفي ظل هذا الهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، وتحديدا في المحافظة الأخيرة لجنوب قطاع غزة من الناحية الجنوبية، وهي محافظة رفح الفلسطينية. نتحدث عن ضعف في الإمكانات الطبية كما ذكرت، بالفعل هناك نقص شديد في الخدمات الطبية، وذلك بعدما أمرت سلطات الاحتلال جميع المراكز الطبية بالإغلاق والإخلاء في المنطقة الجنوبية في مدينة رفح الفلسطينية خلال الأيام الماضية وخلال 9 أيام الماضية تحديدا منذ بدء العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، ولم يعد متبقي سوى المستشفى الكويتي الذي كان هو في الأصل يعاني من نقص شديد في المستلزمات والأدوية وتقديم الخدمات الطبية. نتحدث عن كل هذه الأوضاع في ظل توسيع للعملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال، سواء كانت في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشمالية. هناك انتشار لعديد من الآليات العسكرية في المناطق التي تقوم بها قوات الاحتلال بمهاجمة الأحياء ومهاجمة النازحين، وإذا كنا نتحدث عن هذا الشق تحديدا فنحن نتحدث عن نزوح ما يقرب من 600,000 من النازحين الفلسطينيين الذين يتوجهون من جنوب القطاع إلى الأماكن الوسطى وإلى الأماكن الشمالية، وهما يؤكد على أن الحالة داخل قطاع غزة أصبحت تزداد تدهورا في ظل هجمات متتالية من قبل قوات الاحتلال. نعم، تفضل. من أمام معبر رفح في جانبه المصري مراسل القاهرة الإخبارية زميل مصطفى عبد الفتاح، شكرا جزيلا.